وللمزيد حول الصراع الدائر بين الميليشيات التابعة للأحزاب حول نتائج الانتخابات ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش. أهلا بك معنا شيخ فايز. أهلا بك شيخ فايز. بداية يعني في سياق تداعيات إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة تسربت معلومات حول تصدع ما يعرف بالإطار التنسيقي الذي يضم كما تعلم تحالف الفتح وائتلاف المالكي. بداية بماذا تفسر تفاقم الخلافات في هذا الإطار وهل كان ذلك متوقعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام. طبعا بكل التأكيد المشروع السياسي منذ بداية تشكيله هو بني على وضعية أو صيغة المحاسسة والتكالب على السلطة من أجل سرقة أموال الشعب العراقي. أما هذه الانتخابات الأخيرة وعزوف أبناء الشعب العراقي عن هذه الأحزاب وهذه الميليشيات وقادتها، هذا أكد لهم بأن الشارع العراقي أصبحوا مرفوضين لدى الشعب الشارع العراقي. وبالتأكيد يبقى التكالب أو الصراع على نتائج الانتخابات في المرحلة القادمة أكثر من الأيام الماضية، لأن هذا تعتبر مسألة مصير لهم أو يثبت الشارع العراقي أمام العالم من خلال سقوطهم بالانتخابات بأنهم مرفوضين هؤلاء جميعهم كأحزاب وميليشيات وقيادات. وبالتالي هم جميعهم هذا التحالف الشيعي الموجود، هم جميعهم ارتباطهم بإيران منهم بالاطلاعات الإيرانية ومنهم بالحرس الثوري ومنهم بفيلق القدس. وبالتالي الأيام القادمة ما يسمونهم ترسمها إيران، من هي تؤمن بها إيران هو بكل تأكيد يقوم بتشكيل العملية السياسية وتشكيل الحكومة. يعني قبل الإعلان أو هذه التوقعات بيعني الشرخ الحاصل في داخل هذا الإطار التنسيقي، كان هناك توقع من قبل هذا الإطار بتشكيل الحكومة بعد طبعا الاجتماع الذي جرى عند المالكي. برأيك ما الذي حصل حتى تفاقمت هذه الخلافات؟ يعني بكل تأكيد اللي حصل لأنهم رفضوا لدى الشارع العراقي، وبالتالي إيران أصبح مشروعها لدى في العراق وفي المنطقة في المستقبل هو في حالة خطر، في حالة سقوط هؤلاء الأحزاب وهذه الميليشيات وقياداتها. وبالتالي هناك إيران تلعب على وتر، يجب تشكيل حكومة عن طريق شخصيات موالية إليها. من هي الجهة التي تؤمن بها إيران؟ إن كان مقتدى الصدير أو تيار الحكمة أو المالكي أو دولة القانون هو من يشكل الحكومة في المرحلة القادمة. لكن هناك ستجري صراعات وستقوم اضطرابات وستقوم يعني أشبه بالثورة العائلة ما بين هذه الأحزاب في الأيام القليلة القادمة. في هذا السياق المعلومات الواردة من داخل ما يسمى بالإطار التنسيقي للقوى يؤكد أن هناك نية للإطاحة بهادي العامري، إن صحت تلك المعلومات شيخ فايز، إن صحت تلك المعلومات برأيك الإطاحة برجل يمتلك السلاح والرجال كيف سيكون أثرها على الشارع العراقي أمنيا؟ بالتأكيد ستكون دماء العراقيين أرخص من أي شيء لدى هؤلاء السياسيين وهذه الميليشيات، وبالتالي الصراع سيزيد من القتل والمذابح والاختطاف والاغتيالات لدى الشارع العراقي، وبالتالي سيكون الاستقرار وأمن العراق في حالة خطرة جدا في حال تمت إعلان النتائج النهائية للانتخابات وخسران طرف ضد الطرف الآخر، علما بأن جميع الأطراف هي تمتلك السلاح وتمتلك الميليشيات ومدججة بالسلاح، وبالتالي الجميع هم يشكلون خطر على العراق وعلى مستقبل العراق والشعب العراقي. إذا كانت نية إزاحة العامري تأتي على خلفية قبوله لنتائج الانتخابات الأخيرة كما أشيع، فهل يعني ذلك برأيك أن هناك لربما لعبا من تحت الطاولة ما يرشح عنه حالة التخوين التي تضرب البيت الشيعي أو تنسيقية قواه؟ والله أنا أعتقد بأنه حتى هذا التخوين اللي يجري بيناتهم هو سينتهي في الأيام القادمة، لأنه ما تريده إيران
الحفاظ على ما يسمى بالبيت الشيعي والحفاظ على هذا التحالف، وما تسعى إليه إيران في المستقبل هو الذي يحصل، ولكن بعد دماء كثيرة وصراع ما بين هذه الميليشيات وأسلحتها وميليشياتها. شيخ فايز، يعني في المقابل قبل أن تشكل الحكومة التي في الغالب يعني سيتصدرها التيار الصدري، كشفت تحقيقات عن فساد أحد وزراء الصدر ما دفعه للتبرؤ منه. برأيك هل تبرؤ الصدر من أحد وزرائه سيغسل التيار من سوابق الفساد المالي والإداري؟ يعني هو التيار الصدري هو منذ البداية، منذ تشكيل العملية السياسية ومنذ 2008 بالأخص لحد هذه السنة، هو يمتلك العديد من الوزارات ويمتلك العديد من اللجان، وبالتالي هو جزء كبير من الفساد في العراق، أسوة ببقية جماعتي من هذه الأحزاب ومن هذه الميليشيات. ولكن هذه دغدغت مشاعر من قبل الصدر لإهام الشعب العراقي أو لتسكين الشعب العراقي عن ثورته عبر ثوار تشرين وعبر الشارع العراقي الذي أصبح منتجرا ومزعوجا جدا من جراء هذه العملية السياسية، لأن بعد 18 عام كشف زيفهم وكشف فسادهم وكشف لاعبهم ووعي الشعب العراقي بأنه العملة الرخيصة كدمائه أمام هذه الأحزاب عندما تسعى إلى نيل السلطة أو إلى نيل المال عن طريق السلطة في العراق أو بدعم إيراني واضح. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش، شكرا جزيلا لك.